عضوان للمكتب التنفيذي لرابطة كاتبة المغرب، رئيسة الفروع لرابطة كاتبة المغرب. أنا سعيدة جدا أن أكون في مدينة قنيطرة تخصص الزيت. هذه المدينة بطبيعة الحال أنا أعتبر محطة اليوم في مدينة القطيطرة هي محطة هامة وأساسية، بحيث نواصل فيها فتح السؤال الثقافي الإفريقي. نفتح هذا السؤال في رابطة كاتبة المغرب لأننا بصدد الإعداد لمؤتمر كاتبة إفريقيا، والذي سيكون يوم 8 و 19 مارس بمدينة الرباط. مؤتمر كاتبة إفريقيا يضم أكثر من 40 دولة، إضافة إلى مؤتمرات من كافة الأقاليم والجهات. سنعمل على يعني حضورهن من كافة الأقاليم المغربية، لكي نجعل من سؤال إفريقيا هو سؤال موزع على كافة التراب الوطني من واجهة الثقافية. نقول ذلك لأن المحطة الإفريقية اليوم في واجهتها الثقافية هي منسجمة مع تطلعاتنا في المغرب الاستراتيجي في المحطة في محيطه الإقليمي والجهوي، وكذلك منسجم مع تطلعاتنا في التوجه جنوب جنوب. إن كنا بطبيعة الحال نجحنا في الجوانب الاقتصادية وأصبحنا موقعا استراتيجيا من ناحية الأمنية، فأكيد أن السؤال الثقافي له حضوره وله راهنيته وله انشغالاته واشتغالته. نقول ذلك كذلك لأن المشترك الثقافي ما بين الدول الإفريقية سواء في شمال إفريقيا أو في غربها أو في شرقها أو في جنوبها هو يعني مشترك قوي، وينبغي اليوم من بوابة العوامل المعرفية والعوامل التراثية وكذلك العوامل العلمية أن نجعل من هذا السؤال موقع تواصل هام في تنمية الثقافة جنوب جنوب، الثقافة الإفريقية. مال المنطادي، رئيسة جهة رباط القنيطرة لكاتبة لرابطة كاتبة المغرب، اليوم نحن متواجدين بمدينة القنيطرة لتنظيم ندوة فكرية حول البعد التشاركي المغربي الإفريقي، أية آفاق للخرائط الثقافية المشتركة، من تنظيم المكتب التنفيذي لرابطة كاتبة المغرب. ندوة سوف تعرف مجموعة من المداخلات التي سوف تتطرق إلى الموضوع، كما ستعرف تعريفا من السيدة بديعة الرادي رئيسة رابطة كاتبة المغرب. الندوة التي سوف تكون لي فيها مداخلة اليوم هي حول البعد التشاركي المغربي الإفريقي، وسوف أتناول أنا البعد الثقافي من خلال يعني انفتاح المغرب على الثقافة الأفريقية. ونحن نعرف بأن التنوع الثقافي مدخل من مداخل الخرائط الثقافية الأفريقية، بناء على أن إفريقيا لها ماضي وتاريخ حافل على المستوى الثقافي والديني، وكذلك هناك مجموعة من يعني المجالات المشتركة ما بينها وما بين المغرب اللي هو المجالات الدينية. والكل يعرف بأن المغرب يحتضن مجموعة من دورات تكوينية على مستوى الأئمة. هذه هي الكاميرا المستندات.